مرة تانية من ملعب السلام. معي الكابتن أحمد الشيخ نجم فريق مصر للمقاصة. كابتن أحمد، اللي مركزية النهاردة للكابتن إيهاب اتكلم عليها وقال إن هي سر الأداء النهاردة، شفناها في الملعب في تحركاتك خلف الاتنين راس حربة، التعليمات اللي اتقالت لأحمد الشيخ النهاردة في الملعب؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، طبعا النهاردة التلاتة بونت، مباراة مهمة تدينا دافع إن شاء الله اللي جاي. النهاردة كنا بنلعب بطريقة مختلفة شوية، الكابتن كان طالب مننا من بعض اللعيبة كده حاجات تتعمل، والحمد لله قدرنا لحد ما ان احنا ننفذها. كان الشكل الحمد لله كان مرضي لينا والكابتن، فالحمد لله ربنا كرمنا. والفوز اتأخر شوية، لكن طول ما احنا الماتش شغال احنا واثقين في ربنا، واثقين في تعبنا ومجهودنا، ان احنا في اي وقت ان شاء الله ربنا هيوفقنا باذن الله باي جول. سر العشر دقائق اللي وقف فيهم الكابتن ايهاب جلال معاك في التمرين، وازاي عالج اللعيبه نفسيا بعد مباراه النادي الاهلي؟ طبيعي، كنا بنلعب النادي الاهلي، نادي كبير، المباراه اثارتها اللي حصل فيها طبعا ما فيش شك ان احنا كنا ممكن نتعادل في اخر دقيقه، لكن طبعا ربنا ما ارادش. انا شخصيا يعني الحمد لله الواحد مؤمن بربنا وعارف قد ايه ان ربنا ممكن بيقدر الحدث ده هيكون خير ليك في الاول وفي الاخر. بحمد ربنا طبعا، اكيد ما كنتش قاصد ان انا اضيع ضربه الجزاء، خصوصا ان انا بفضل الله خمس ضربات جزاء جايب بالخمسه، لكن طبعا ما كانش فيه توفيق يعني، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا تاني يوم خلاص طوينا الصفحه، وبنركز كل مباراه احنا بنركز فيها قبلها عشان ربنا يوفقنا في اللي جاي باذن الله. بعد كل الكلام واللغط والكلام الكتير اللي اتقال، ولكن احمد الشيخ اتزن نفسيا النهارده بيأدي اداء مميز جدا. زي ما بقول لك، انا مؤمن بربنا وواثق في يعني في الواحد، انا متربي وعارف قد ايه ان زي ما بقول لك ربنا بيقدر لك الخير في اي حاجه وفي اي وقت. انا بعد ما ضيعت ضربه الجزاء يعني حمدت ربنا، في الاول وفي الاخر انت بتعمل ربنا على اي شيء، فاكيد ربنا شايل لك الخير في حاجه احسن باذن الله. لعيبه مصر المقاصه بقى لهم طموح، طموحك معاهم ايه؟ طموحنا ان شاء الله احنا نكون نقدم كره كويسه في الدوري، وما فيش شك الناس كلها بتتكلم علينا بشكل كويس، ده بيدينا دافع وبيدينا ضغط، طبعا بيبقى في ضغط علينا. طموحنا ان شاء الله نكون موجودين في المربع الذهبي باذن الله. كل واحد بيحط هدف قدامه، هدف احمد الشيخ اللي حطه قدامه هذا الموسم ايه؟ ان شاء الله حقق مركز كويس مع المقاصه بمجهود احمد الشيخ ومجهود اللعيبه الكبار اللي موجوده في الفرقه، ومجهود الجهاز الفني، مجهود مجلس الاداره، العمال، الناس كله، النظام كله بصراحه، الناس اهم حاجه عندها مصلحه النادي، وده اهم شيء ان شاء الله. النادي الاهلي يتكلم على احمد الشيخ مره اخرى، وتلاقي رئيس النادي الاهلي بيتكلم كلام طيب جدا على احمد الشيخ، دي حاجه تسعدني طبعا وتديني دافع في الفتره